تهانينا على شراء جهاز زينيث زي 7 الخاص بنا. في هذا الفيديو دعني أقدم لك دليل سريع على كيفية البدء. قم بتركيب البطارية وغطاء البطارية المرفقة في حزمتك. تأكد من أن الجهاز اللوحي مشحون بالكامل من خلال محطة الوصل واضغط واستمر في الضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوان وقم بإجراء الإعدادات الأساسية لنظام أندرويد. اتصل بشبكة واي فاي، قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف جوجل الخاص بك وكلمة المرور. يمكنك تخطي هذا والعودة لاحقاً. بمجرد الانتهاء من الإعداد الأساسي للجهاز اللوحي الخاص بك، ستحتاج إلى تسجيل أداة الخاصة بك على موقعنا. انتقل إلى EZDS USA، تعال وسجل من خلال النقر فوق زر الانضمام. أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح والمعلومات الأخرى الضرورية، ثم اضغط على انضمام، انقر فوق موافق، وسيتم إرسال رسالة التحقق إلى بريدك الإلكتروني. تحقق من بريدك الإلكتروني وقم بإجراء عملية التحقق. إذا لم تستلم رسالة التحقق الخاصة بك، تحقق من صندوق بريد الرسائل غير المرغوب فيها أو أخبرنا فوراً. الآن قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع. انقر على صفحتي، انقر على تسجيل المنتج Z7، ادخل رقم الصفر للجهاز اللوحي وCBC2. يمكنك العثور على المعلومات في قائمة الإعدادات أو علامة التبويب التسجيل في قائمة التحديث على جهاز Zenith Tab. بمجرد الانتهاء اضغط على زر الإرسال. الآن تم تسجيل أداتك بنجاح تحت حسابك. يرجى منح ما لا يقل عن 15 دقيقة للاعتراف بأدواتك بشكل صحيح من قبل خادمنا. لنذهب إلى تطبيق كسينا. انتقل إلى التحديث، اختر البرنامج الذي ترغب في تحديثه واضغط على زر التحديث. قم بتسجيل الدخول إلى حساب كسينا الخاص بك. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، حدد المربع ثم أكد. الآن البرنامج الخاص بك محدث بأحدث الإصدارات. لدينا خطوة واحدة أخيرة قبل تشخيص المركبة، قم بتوصيل كابل DLC بجهاز VCR لتوصيل جهاز VCR بمنفذ OBD الخاص بالمركبة. الآن بما أن جهاز VCR يحصل على إمداد الطاقة من منفذ OBD الخاص بالمركبة وهو جاهز للاتصال بتقنية البلوتوث، انتقل إلى جهاز Z7 وانتقل إلى إعدادات VCR. ستجد جهاز VCR مستعداً للزوجة، اضغط على أيقونة الإشارة الزرقاء المجاورة لزا VCR2. بمجرد الاتصال سيتم عرضه في قسم الأجهزة المتصلة، وسيتم عرض رمز BCBG في الزاوية اليمنى العليا. الآن أنت مستعد تماماً لتشخيص المركبة باستخدام أحدث برنامج تشخيص الأعطال التجاري.